نائم الناس كتعاني، نائم نائم الناس كتبكي، نائم الناس كتشكي. علاش علاش القطاع داير لا مبالاة لا مبالاة المواطنين المرضى؟ علاش علاش هادشي؟ تكون عندك فلوس عاد تشد الدواء في الكلينيك، تكون عندك فلوس عاد تخرج البلاد الأوروبية عاد الدواء. علاش علاش هاد البلاد يخرج عند شي واحد أو لا يعيط لشي واحد يقول لي شنو باغيين مرضى السرطان؟ قول لي شنو باغيين مرضى السرطان. كناشد اليوم أنا شت كناشد معلم مغربي بصورة ملكية تاع صاحب جلالة الملك محمد السادس، وبرسالة كتبتها بالخط ديالي وبالتعبير البسيط ديالي، فيها جل مطالب ديال الناس كسفير لمرضى السرطان. شنو هما هاد المطالب؟ تزامنا مع يوم عالمي مرضى السرطان، تزامنا مع يوم عالمي السرطان اللي هو 4 فبراير. الناس في دول أخرى كيحتفلوا بهم، إحنا ما شفنا أي احتفال. لو كانوا مهرجانات لو احتفلوا، لو كانوا بعض اليوميات اللي كتخدمهم لو احتفلوا، ولكن يوم يكرموا به ويوم غادي يعطوا منه باسيس الامل لمرضى السرطان لا. ولكن انا اليوم جيت نحتفل به بطريقه خاصه، انا نوصل الصوت ديال المرضى باسمي واسم الناس. مرضى السرطان كتعاني، دواء مقطوع في الصيدليات، دواء باهي الثمن، الاسكانير غاليين، أدوية ما كاينينش. بغينا تكلفة، بغينا تغطية صحية شاملة لمرضى السرطان. ممتن لك الوزير على الخروج ديال المبادرة ديالك، ديال أنك قدمتي تغطية صحية للأطفال أقل من 5 سنوات. هذا ليس كافي، هذا ليس كافي. ماشي غير 5 سنوات اللي تحت الإمراض، هما أقلية، أما الأكثرية 5 سنوات فما فوق، أن هما الأكثرية. اليوم باغي شي حل، ولو غا كلام، غا كلام، غا يخرج عندي شي واحد، غا يكذب عليا، غا يحترمني. أنا اليوم ماشي جيت بصورتي، جيت بصورة المغاربة. غا يحترمني، غا يحترم هذا المواطن اللي من الصباح وهو كيهضر، حتى شي واحد ما يقدر يخرج. شو المواطن كنخرجوا ولا واحد موقف؟ علاش هذا الإهمال؟ هذا هو اليوم العالمي للسرطان، هذا إهمال باين صورته، باين صورته، هذا إهمال باين صورته. كيعكس الصورة اللي كاينة في مراكز الإستشفاء العمومية على ربوع المملكة، اللي كتشتكي منها جل المواطنين في الخراجات ديالهم في المنابر، من سوء المعاملة، وما كيلقاوش فين يباتوا باش يديروا لهم الدواء. علاش يجي خصوص دائما كتمشي عندهم ما كتلقاش زومبيلونس خاصك تخلص 500 درهم 400 درهم باش تركبك؟ علاش؟ عدة أسئلة تتلى، عدة أسئلة تتلى، ولكن فينا هو المشير؟ فينا هو المشير؟ العريضة كتسني دابا، العريضة تاع الموافقة تاع العلاج تاع السرطان، موافقة تاع العريضة كتسني على جل المواطنين، لأن هذا عارضة كتوقع. أنا عندي أمل قليل أنها توافق عليها الوزارة والحكومة المغربية، حيت أصلا ما وافقاتش وما سمعاتش من عدة آراء، وما سمعاتش ليا أنا اللي جيت لعندها بصورتي، حتى المقر ديالها ما سمعاتش ليا. هذا يعطيني أمل أنها الوزارة توافق على العارضة. لا، علاش واش ترشح الانتخابات؟ علاش؟ حيت ما عنديش امل. عندي امل واحد هو في حكيم البلاد، عطى مناصب، عطى عدة مناصب للناس يخدموهم، يخدموا مصالح الشعب، ولكن فين هي هذه الخدمة؟ فين هي هذه الخدمة؟ فين هي؟ يعيطوا أي واحد ونقولوا شنو خصكم ديروا. عندكم صعيبة، أنا غير مواطن ما عارفش في السياسة، نقدر نعطيكم بعض الأوامر ساهلين كنشوفوا، ساهلين يطبقوا. ما بقاش تكملوا
وانا عم نحبس ونحاول ما امكن انا نمشي غير ملاي بلا خش عندي شي واحد ما خش عندي ولا نرجع مرة أخرى وهذه المرة ريتكم انتم تكونوا معايا صوتي غير كان استغنيت فقط هذا السحاب. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيلبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.